نهار الاثنين كان عندنا امتحان، حطيت الورقة ديالي، استأذنت من المعلمة، مشيت للطواليت، دفع لي الباب وخشى فيا 3 ديال صباعو ودخل الجسم ديالو وقال لي الا قالتي هالشي حد نعطيك النتيجة صفر ونقتل امك. وذاك النهار في المحكمة قبل ما نخرجو من الباب ديال القاعة 7 جاني من شعري وقال لهم هالبقهوشة اللي جايباني لهنا، وانا وماما نجي لقاتني وانا بقيت نبكي كنبكي كنبكي وهو قامش في جداتي. انا بغيت لي العقوبة باش ما يعاودش يحام اطفال اخرين من الدعاسة. الا ما كنقاش كنخاف ويبقاو يضحكوا عليا يقولوا لي كدي ليكوش 3 سنين هادي هما كيديو فينا وكيجيبو فينا. والنهار الاول حنا جينا يعني تنقولوا عندنا الشواهد الطبيه حقنا غادي ناخذوه، جيت غير انا وبنتي وبنتها، جينا للمحكمه وقلنا حقنا غادي ناخذوه. اثار ان خلونا اخر الجلسه دخلوا المجرم شي ساعه ولا شنو، ومن بعد خرجوه ودخلونا حنا. قال البنت يا سميتك شنو هذه، كتب لنا هذاك القاضي ما نذكر سميتو، راهو تشهر الله ياخذ فيه الحق، اكتب 026 سبت، احنا كنا في الجويي، كتب لينا حتى سبتمبر. قلت لبنتي الله غادي شهرين يشدوه، عادي يعيطوا لينا الجلسات. قالت لي يا ماما لا، قالت لي شي حاجه كتطنطن في راسي راه ماشي. تلفتنا هكذا لقينا البوليس اللي جابو، قال لينا راه القاضي طلقوا. ملي جانا نستفسروا لقينا عطا كفاله 5000 درهم وطلقوه. واش ب 5000 درهم عباد الله يمرض الدريه، وين بعناها لي ب 5000 درهم؟ واش عباد الله غيقولوا؟ واش اللي عنده الفلوس يعطي ويقتل ويذبح ويدير اللي بغى؟ عيب والله عار، والله يحشماني نحنا نهضروا ولا نتكلموا ولا ندويو. يسولوا بنتي كيقولوا لها واش استمنع لك، كتقول لهم لا. كيقدم شهادة طبية في عند الشرطة القضائية كتقول بأن هذا السيد عنين، والشهادة ديال الزوجة ديالو كتقول بأن حياتهم غير الملامسات، يعني كيستخدم في علاقته الجنسية مع الزوجة ديالو كيستخدم اليد ديالو، وبنتي تغتصبات باليد. الطبيب الشرعي حتى هو مدون نفس الشيء بأن البنت تعرضات للاغتصاب بأصابع اليد، ياك؟ عند القاضي التحقيق كنمشيو كنتفاجئوا كيعطيوه كفالة 5000 درهم وكيخرجوه.